أقول في علم الله وحيث شاء الله سبحانه وتعالى. نعم. بارك الله فيك شيخ. سأبدأ دورة في نواقض الإسلام للشباب في الغرب بطريقة يوتيوب. وعندما نخلص من الشرح سأعطيهم شهادة إتمام، فهل ينصح المشاركين في شيء؟ نعم، هذا درس طيب، والكتاب كتاب عظيم، ولكن يجب أن يفسر ما في النواقض على وفق تفسير أهل العلم. نعم. لأن بعض النواقض التي ذكرها الشيخ رحمه الله تحتاج إلى تفصيل وإلى بيان، حتى حيث لا يقع يعني بعض الناس من خلالها التكفير. فإذا شرحت هذه النواقض سلمك الله على وفق كلام أهل العلم من المتقدمين والمتأخرين علماء السلف، فهذا شرح طيب ويستفاد منه، ولا مانع من إعطاء شهادات لمن سمع أو حضر. نعم.